تسبب كوفيد-19 بالكثير من الارتباك والقلق. ربما تشعر بالتعب، بالعزلة أو الوحدة. سيشعر الكثير من الآخرين بنفس الطريقة. يمكنك فعل أشياء بسيطة في المنزل تساعدك على الهدوء. شارك الأصدقاء والعائلة بشعورك، وقم بإيجاد مجموعات دعم، ومارس الرياضة بانتظام. حتى المشي يساعدك ولو قليلاً. كل بشكل صحي قدر المستطاع، وتأكد أن تنال قسطاً كافياً من النوم. يمكنك إخبار طبيبك عما تشعر به، بدلاً من الاحتفاظ به لنفسك فقد تشعر أسوأ. لو شعرت بأنك لست بخير لسبب آخر، تعاني من مرض مزمن أو كنت حامل، فمن الضروري التواصل مع الطبيب، حيث يمكنه المساعدة بتحويلك إلى المشفى للعناية أو بإخبارك عن خدمات تقدمها مجموعات للمساعدة. أي شخص يمكنه التسجيل لطلب طبيب في منطقة عمله دون الحاجة إلى إثبات هوية أو عنوان. المواعيد وفحوص كوفيد-19 مجانية. تحدث إرشادات الحكومة فيما يتعلق بكوفيد-19 بشكل منتظم، ولكن لا يزال يتعين عليك أن تبقى آمناً باتباع هذه الخطوات. قم بارتداء غطاء وجه إذا نصحتك الحكومة بفعل ذلك. قم بمقابلة الأصدقاء والعائلة بالخارج، حيث أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر في المنزل. حدد عدد الأشخاص الذين تقابلهم. اغسل يديك دائماً بالماء والصابون لمدة تتجاوز 20 ثانية. تذكر، طبيبك هنا للمساعدة والدعم. إذا كنت تود مساعدة في الحجز مع طبيب، تواصل مع منظمة أطباء من العالم عبر الرقم المجاني 0808164786 من الاثنين إلى الجمعة من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً. للمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا بلغتك، تجدها في الصفحة www.doctorofthewall.org.uk/coronavirus-information.